ايه ده؟ ده في التاسع عشان تغير لهم البيت. عملت المشهد ده حلو، خدت جايزة أحسن. يلا بينا. أغنية لمحمد فؤاد فشل. بس. هات مروحة. ليه؟ هات حاجة هوا بيها. مفيش مروح، ليه؟ عشان هوا ينزل دموع. هوا بينزل دموع؟ آه. استنى اترك رجع ايه 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 خش هتغير لكم كلها بلد خش يا بيه اتصيت ليه 3 2 1 ممكن تجيله واحد بس بصيت الكاميرا ليه الكاميرا تاني علي صوتك علي صوتك صوت الشارع اعلى منك و انا اسف يا سواء هو قلت لك هو خايف ممكن تديله واحد بس يلا طن ليه في ايه بتضحك عليه عندنا واحد وكأنه موجود انت عايز تسجل الصوت التاني؟ ايوه لا والله لا والله ايه ده؟ طب فين انت ما تقول لابسه خفيف؟ ايوه يا عم تسيبها يا عم تسيبها لابسه خفيف ارفعي ارفعي خلي الجمهور يتفرج خلي ده بتاع المثقفين لازم لا بس كده خلاص هو بقى نفضحهم اللي قاعدين ياكلوا دول واحنا بنصور كل يا اخويا كل يا اخويا ما كل من فلوس الانتاج كل جيب لهم كنتاكي كل البطاطس ده كويس يعني كم قطعة؟ 12 12 بس؟ كل واحد يديك يلا اسطى خليك في الاسفلت اسطى شايفة الشهادة ده؟ ماشي انت اقسم بالله ما هعيدها تاني انا عايزة المرة طب اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ لو انت شاطرة هتعيديها من اول مرة يعني تعالي سكة كده تمسي بالراحة كده تمسي بالراحة سكة كمان سكة كمان سكة سكة كمان سنة كمان سنة كده سنة سنة الاوسكار ايوه بقى الموجة ايوه سقفوله الطرحة بوظ المشهد